يقول السائل: من أقر بالشهادتين وأدى الصلاة المكتوبة ثم بعد ذلك لم يؤدي الأركان الأخرى من الإسلام مع الإقرار بها تهاونا منه، فهل يحكم بكفره؟ إذا جحد وجوب الأركان الباقية كصيام رمضان، أو جحد حج بيت الله الحرام، أو جحد الزكاة، إذا جحد هذه شيئا من هذه الأركان فهو كافر. أما إذا كان يعترف بوجوب الصيام وبوجوب الزكاة وبوجوب الحج ولكنه ترك ذلك من باب التكاسل فهذا لا يكفر، ولكن يلزم بأداء أركان الإسلام، يلزم بذلك من قبل ولي الأمر حتى يقيم أركان الإسلام ولا يترك يتهاون بها. نعم.